القرآن لا تنتهي عبره، لكن مما يهمنا في هذا الوقت الموازنات، موازنات في القرآن هي كثيرة، لكن بعض الموازنات مهمة لتفتح الأفق ولتحيي الإيمان، تقوي الإيمان، تبعث على الطمأنينة. أول موازنة في القرآن وهي عظيمة، الموازنة بين الدنيا والآخرة. هما أمران، في دنيا حياة وجدت فيها، وفي موت حياة تنتقل إليها. الموازنة بينهما، المؤمن العاقل ينظر إلى وصية الله جل وعلا. الله جل وعلا قال لعباده: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما آتاك الله من علم، ما آتاك الله من صحة، ما آتاك الله من عمر، ما آتاك الله من مال، ما آتاك الله من وقت، ما آتاك الله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني الأصل الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا فرع. هذا أول الموازنات في القرآن، كثير في ذكر الدنيا والآخرة والمقابلة بينهما. الموازنة بينهما واضح لأهل الإيمان، المؤمن لا يؤثر الدنيا على الآخرة، يجعل الآخرة هي الأصل، لا ينسى نصيبه من الدنيا بقدرها. ولذلك الغفلة، أن يغفل الإنسان عن الآخرة، يذهب عن الآخرة، لا ينظر للجنة ولا يشتاق للجنة ولا ما فيها ولا يشتاق لله جل وعلا، خسار، خسار كبير. ولهذا قال جل وعلا في الموازنة في سورة الإسراء: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تريد أنت الزيادة والدرجات، تريد الرفعة، وتريد ربك قال لك: وللآخرة خير، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تريد الأفضل، الآخرة. الموازنة مهمة، حياتك لا تجعلها لشيء واحد، وازن. المؤمن دله القرآن على الموازنات، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. لازم توازن، تكثر، أذنبت كثر من الحسنات، غفلت أكثر من الإقبال، وهكذا. إذن الدنيا والآخرة أصل وفرع. الأصل هو ابتغاء الآخرة، والدنيا هذه ممر، دار ممر، تستفيد منها وتستمتع بها بما شاء الله أن يستمتع، لكن الآخرة هي الأصل، الآخرة هي المقصد، الله جل وعلا هو التوجه إليه. فأقم وجهك للدين حنيفة. مما في القرآن من المتقابلات، الموازنات بين الإيمان والكفر، بين المؤمنين والكافرين، بين المتقين والفجار. قال الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال سبحانه في التقابل ما بين وصفين، ما بين فئتين، قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يعني الذين أجرموا شايفين نفسهم أنهم هم الذين عندهم الفهم وعندهم الحياة وعندهم البصيرة وعندهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أيضا عندهم سلاطة، الذين أجرموا عندهم سلاطة، يقولون عن أهل الإيمان الحق إن هؤلاء لضالون. يعني لم يحظوا بالإيمان وكرهوا، ثم يصفون أهل الإيمان بأنهم ضالون.
قال الله جل وعلا: وما أرسل عليهم حافظين. يوم القيامة: فاليوم الذين آمنوا من الفجار من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. الضحك سيأتي في الحياة الباقية. فإذا المتقي والفاجر، هل الله جل وعلا أقام الحياة يساوي بين المتقين والفجار؟ ليس عدلا، والله جل وعلا هو الحكم العدل المقسط جل وعلا. قال الله جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هل الله جل وعلا يجعل المتقين مثل الفجار؟ ما يكون عدل في الحياة. فإذا هذه الموازنات إذا قرأتها في القرآن أصغي لها وتأمل فيها، لأنك تعرف أين الحق. إذا ومع من؟